هيفا خلينا نشوف شو كانت نتيجة الألبوم عند الناس بالمبيعات. ريبورتاج ولا لا؟ اللي عم تسألني؟ لا عم بسألك كده. حسيت فيه خلينا نشوف. هلا ما في شك انه شركة روتانا قدمت لي فرصة وانا استغليت هالفرصة، ويعني سمو الامير الوليد طبعا بوجه له تحية، قال لي انا كيف كانوا يسمونه هيك مثل بونبونة الشركة، يعني انه تمر روتانا سموك مرة كأنه هيك بتذكر سموني كثير اشياء يعني بس انه كلها مطربين وكلها فنانين كبار وفيها رقي يعني واضح الشركة ان كان من خلال الشاشة او الانتاج والتعامل، وحسوا بلفت النظر علي لما انضميت لروتانا انه كانوا المكاتب بالبلد، وكان في كثير كم صحافي عم يجي من بعد اطلاق الالبوم تيعملوا معي انترفيوز يسالوني اشياء من شو ما بدك، سالوني من شو ما بدك يعني اشياء يعني مبروك هي احلى كلمه والباقي يلي يسوى واللي ما يسواش. ايه يعني مثلا يعني يعني انه كتر خير الله نعرف منيح الالبوم، بس في مثلا ليت سي في اغنيه فيها كلام نوعا ما خليني ما بعرف اذا له معنى او ما له معنى ما بعرف يعني، لانه كان فيه 12 اغنيه، في اغنيه شو معنات كذا يقول لي انه انا سال الشاعر اللي ايه بس انت عم تغني انه انا اوكي معناتها تركيبتها غلط، طيب اوكي شو بتقصدي فيها؟ مثل كان اسمها الاغنيه اجمل صدفه بحياتي يوم ما قابلتك، يعني هيك كلام رقيق وعادي جدا وما فيه مفاجآت. شو الجديد في هالكلام؟ لو انا ما فيه شيء جديد، فيك تتقبله فيك ما تتقبله. ما عم بضايقك سؤالي؟ لو انا لا ابدا ما عم بضايقني سؤالك. هذا اول صحفيين مقابلة صحفية مع فنان، يعني نحن كل كتاباتنا سياسية مثلا أو مع سياسيين، فيمكن أنا أقول له لكن كرمال هيك أسئلتك ضعيفة عم تسألني. كانوا يتفاجئوا مني إنه قد إيه عفوية، عارفين منهم يكونوا فكروني مش عفوية إنه هذا شوي هيدا هو جوابي. مش ضروري الذكاء ما بده تحضير، الذكاء هو ابني يعني سرعه البديهه ما بدها يعني انت لما تقولي لي انا ذكيه مش ضروري حالي إنه. لكن مرات مش بالضروري تعرفي يعني الشيء اللي له علاقه بالفطره او بالبديهه السريعه او بالذكاء بيطلع مرات بابسط الاشياء، يعني انت لما بتنسالي سؤال مثل انه شو مقصود بهالكلمه وتقولي انا ما دخلني الشعر خلص انت بشيء بس كنت يخلص النهار اتعب صحيح وحس انه ما بدها هالقد كل الشغله، وفيك ما تسمعني اذا ما بدك وفيك تسمعني، واذا انت على بالك تكتب شيء حلو عني بكون ميرسي كثير، يمكن اقرا يمكن ما اقرا قد ما كتار، واذا ما على بالك تكتب شيء حلو عني مش ضروري تسب مثلا، فيك تكتب راي يعني راي مخالف. كنت اتعب اخر النهار والف هيك. انا كيف عم اقول لك عن الحروب اللي صارت ضدك والحكي بالمجتمع انه لاني انا مقتنع انه ما بدها هالقد القصه، انه مسألة ابسط من هيك بكثير، وفيني انا مرحه كثير يعني انا بطبعي نكتجيه بس ما بين شيء هلا بعده جدي هالحوار لا حتى بوقت حواراتي كان فيها تعصيب لاني عفويه ولاني وكل شيء كان يبين علي، يعني هلا شوي بضبط حالي. في فنانين مدللين وفي فنانين عاديين يعني ما بيهتموا فيهم كثير مثل ما بيهتموا بالاخرين، هل حسب النجوميه بيهتموا بروتانا او لا هودي كلهم اولادنا وبنعطيهم ذات الاهتمام؟ ما انا ما بعرف عن الكل
عنك انت كيف كانت طريقه التعامل معك؟ كان في كثير احترام وكان في اهتمام ووصل شغلي للناس عيوب حلوه يعني وصل بطريقه حلوه للناس.